بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البيتزا بالدقيق الاسمر. عندنا كوباية مليانة من الدقيق الاسمر، يعني حوالي 150 جرام، وهنضيف عليه معلقة صغيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة سكر، وربع معلقة صغيرة ملح، وهنقلب كله مع بعضه كويس، وهنضيف معلقة صغيرة زيت، والزيت يكون زيت ذرة او زيت زيتون، وهنضيف نص كوباية مياه دافية، وهنعجن العجينة كويس. وخلاص كده عجنا العجينة كويس جدا حوالي 5 دقايق لحد ما بقت معانا بالشكل ده، ما بتلزقش خالص في الايد، وهنغطيها وهنحطها في مكان دافي لحد ما حجمها يتضاعف معانا. بعد كده هنجهز صوص الطماطم بتاع البيتزا. عندنا كزرولة على نار متوسطة، هنحط فيها معلقة صغيرة زيت، وهنضيف فص ثوم متقطع شرايح رقيقة، وأول ما ريحة الثوم تظهر معانا هنضيف طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة، وهنضيف عليها رشة ملح ورشة فلفل أسود، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون، وهنقلبها كويس. وهنضيف معلقة صغيرة من صلصة الطماطم المعلبة وهنقلبها، وهنضيف نص كوباية مية وهنقلبها كويس، وهنغطيها وهنسيبها على نار هادية. وبعد ما الصوص يتقل ويبقى قوامه معانا بالشكل ده هنشيله من على النار وهنسيبه لحد ما يبرد. وبعد ما العجينة تخمر معانا هنرش تحتها دقيق ومن فوقها دقيق، وهنفردها بشكل دائري. وبعد ما نفردها هنحطها في صينية مقاس 28 مدهونة خفيف بالزيت، وهنوزع عليها صوص الطماطم، وهنضيف عليها قطع من الجبنة القريش أو الريكوتا، وهنضيف زيتون أسود من غير بذر وشرايح بصل، وهنسخن الفرن كويس جدا على درجة حرارة 230 حوالي 10 دقايق. وبعد ما الفرن يسخن معانا هنحط البيتزا على أرضية الفرن. وخلاص كده البيتزا استوت معانا، وهتاخد معانا في الفرن بالكتير حوالي 5 دقايق. المهم الفرن تكون حرارته عالية جدا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.